بعد 3 أيام من التحدي والتنافس في سباقات بطولة إكستيرا مسندم والفعاليات المتنوعة التي صاحبت هذا الحدث، أسدل الستار بتكريم المتسابقين الفائزين والجهات المساهمة. البطولة بشكل عام تقييم ممتاز فيما يخصنا احنا في مسندم، باعتبار انه لأول مرة هذه البطولة تقام هنا في مسندم وفي سلطنة عمان بشكل عام. المشاركين في السباقات الثلاثة اليوم كانوا في حدود 57 إلى 60 مشارك. إحداث مثل هذا الحدث في مسندم حدث حقيقة دولي، ونفخر هنا في مسندم بأنه يعني وصلنا إلى ختامه بصورة مشرفة ومرضية، والحمد لله رب العالمين. وتعتبر بطولة إكستيرا مسندم 2023 حدثا عالميا يجمع بين الترويج السياحي ورياضة المغامرات، ومن أكبر العلامات الرياضية في سباقات الترايثلون الجبلي. طبعا هذا حدث أول حدث إكستيرا في شرق الأوسط، وطبعا إحنا هواية فخورين إنه هذا الشيء بدأ في سلطنة عمان، يعني الحمد لله الله وفقنا وطلعنا أجمل صورة للسلطنة. وطبعا هو حدث سياحي لأن جانا متسابقين من جميع أنحاء العالم، والتنظيم الحمد لله كان الفيدباك عليه هواية إيجابي، لأن يعني الفريق تعب وصار لهم شهر تاركين شغلهم وجايين عشان إن هذا الحدث ينجح، والحمد لله نجح بالتوفيق والله سهلها. كما سيساهم هذا الحدث في تعزيز الجانب السياحي وترسيخ مكانة المحافظة على الخريطة العالمية وتصنيفها عاصمة الرياضات الجبلية في المستقبل. يعتبر هذا الحدث بحد ذاته نقلة نوعية للمحافظة، لقد عشنا صراحة أجواء رياضية وجميلة جدا خلال 3 أيام، وأيضا هذا الحدث لقد استضافه ما يقارب 13 دولة من حول العالم، وتعتبر كبوابة لنا إحنا كوزارة التراث والسياحة أن نروج على المحافظة بشكل خاص وعن السلطنة بشكل عام. وسط حضور غفير من الجمهور، أسدل الستار على بطولة إكستيرا مسندم 2023، وتم تكريم المتسابقين والجهات المشاركة في إنجاح هذه البطولة. من محافظة مسندم بولاية خصب، عقيل بن عماد الكمالي.